الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه أختي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحة شربتكم وربي يتقبل امر الدنيا الطبيعي ان كل مجتمع, كل مجتمع فيه حكام ومحكومين فيه شعوب وفيه قاده وهذا امر طبيعي والا لا تنتظم حياه الناس ولا يمكن ان تنتظم حياه الناس اذا بقوا هملا يعيشون الفوضى فلا بد يكون فما حاكم ويكون فما محكوم ويكون فما قانون بينهما لكن هذه العلاقه بين الحاكم والمحكوم ما يحكمهاش كان القانون فقط لان القانون باش يطبق يطبق ايدي بشر وممكن يطبق في الاتجاه الصحيح وممكن يطبق في الاتجاه الغلط هل العلاقة بين الحاكم والمحكوم تنجح وقت اللي يشعر المحكوم وان من يراسه ويحكمه هو واحد منه هو جزء منه يا رب اجعل من اسباب نجاح الانبياء انهم ارسلوا في اممهم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم اذا كان النبي يحتاج في نجاحه الى ان يكون من امته يحس باحساسها ويشعر بشعورها ويعلم حاجياتها ويعلم طبعها وطرق اصلاحها فكيف بالحاكم الذي هو بشر الا يحتاج في نجاح خطته الى ان يلتحم بشعبه ويحس شعبه بانه هو واحد منه ولذلك كلمه للحكام ما تبعدوش عن واقع مجتمعكم صحيح انتوما من طبقات شعبية ما الحكم كابرا عن كابر حتى يولي يخشمكم في السماء وتعفسوا بالدنيا تسخيلوها خربة لكن شعوركم هذا يجب أن يتحقق من خلال نزولكم إلى طبقات الشعب وإحساسكم بالفئات المحرومة ومعرفتكم لموجبات وحاجيات المجتمع وتعرفوا كل فئة شي صلحها وشنو اللي يقومها وشنو اللي, اللي تطلبوا وشو اللي ممكن تحقيقه لها؟ الشعور باننا وحده متكامله بين حاكم ومحكوم هو الذي من شأنه ان يفضي بنا الى النجاح. ونمط الحكم الناجح هو النمط الذي يقع فيه التحام في الهدف بين الحاكم والمحكوم. نحن نعيش لقضيه، نحن مجتمع فينا اوضاع ورثناها فينا تخلف، وفينا فقر، وفينا ضياع، وفينا تهميش. وفينا عقول ما محطوطة على البوصلة متاع زمان متاعنا إما فينا عقول تعيش في ماضي ولا تريد أن تعيش الحاضر أو عقول تعيش خارج أوطاننا ولا تريد أن تعيش واقعنا باش نحقق لأنفسنا النجاح يلزم تعديل البوصلة على وقتنا وعلى مكاننا وهوني دور القدوة الحسنة من الحاكم إذا القدوة الحسنة ظهرت اذا الحاكم ظهر وان الغايه ما موش باش يشتكرش مش باش يعبي وانه ماهوش مربوط بوقت باش يخدم بالوقت وخارج الوقت وانه باش يتعب وباش يكل وباش يمل وانه كما قال عمر بن الخطاب لو ان بغله بالعراق زلقت لسالنا الله عنها لما لم اسوي لها الطريق ونشعروا بان القليل والفقير يجي من زروه وان مسؤول الاداره يلزم يعمل زياره فجئيه للمكان الفلاني والمكان الفلاني باش يقول الاداره قائمه بواجبها ولا مش قائمه بواجبها والموظف قائم بواجبه ولا مش قائم بواجبه وزير الداخليه ماهوش وزير مكاتب وانما هو وزير تفقد ووزير ميداني ووزير الدفاع كيف كيف ووزير العدل وزير ميداني وزير الصحه وزير ميداني وزير الماليه وزير ميداني وان جزء من عملنا في اداراتنا وجزء من عملنا في المؤسسات التابعه لنا حتى نعلم حاجيات المواطن ونحل اشكالياته وناخذ بخاطره واذا كان هو غالط في التقدير نفهموه الخطا نتاعو باللطف واللين المطلوب أخوتي الكرام رمضان هو الشهر الذي يحملنا على أن ننزل إلى واقعنا وأن نعيش واقعنا وإدارة وحكومة تعيش واقع شعبها هي إدارة ناجحة محالة الناس ما يقوموش الجهد متاعك بالساعة وإنما يقوموا الجهد متاعك بالقرب منهم إياك يا مسؤول أن تقول هاني أعطيتكم عشرة ساعات واثناش ساعة هذاك باهي لكنه ما يكفيش يجب ان تعطيهم من قدرك وتعطيهم من قربك وتعطيهم من همك ومن شعورك واحساسك ما يجعلك حاضر معاهم في كل الساعات اخوتي الكرام ما تنسونيش في دعاء التراويح ليالي هذه ليله مباركه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته